مساء الخير، مساء الأمل والتفاؤل وتحقيق الأحلام. مساء جديد وحلقة جديدة من برنامجنا حقق حلمك معانا. حلقتنا النهاردة هتكون حلقة مميزة جدا وفيها فقرات هامة جدا. فقرتنا الأولى هتكون عن التعليم في مصر ودوره في تعزيز روح الانتماء والمواطنة لدى المواطن والتلاميذ، وهيكون في ضيافتنا المستشار رضا عبد العليم الحبشي، المستشار العلاقات الدبلوماسية بالمجلس الاقتصادي العربي التابع لجامعة الدول العربية. أما في الفقرة الثانية فهتقدمها لنا زميلتي رشا العاصي، وهتكون فقرة أيضا هامة عن الأمن والحراسة وشركات نقل الأموال، وهتكون في ضيافتها اللواء أشرف عبد الحليم للأمن، اللواء أشرف عبد الحليم مستشار الأمن والحراسة، والأستاذ حسين أبو العزب العضو المنتدب للشركة. نطلع فاصل ونبدأ حلقتنا، استنوني. رجعنا لكم بعد الفاصل، وبرحب جدا بضيفي اللي مشرفني النهارده في الاستوديو، المستشار رضا عبد العليم الحبشي، مستشار العلاقات الدبلوماسيه والمستشار بالمجلس التابع لجامعه الدول العربيه الاقتصادي العربي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. حضرتك منور الاستوديو. شرف لينا. نحب نسال حضرتك اول سؤال، هل التعليم في مصر بيمر بازمه؟ لا، التعليم ما بيمرش بازمه ابدا. احنا نسينا شويه حاجات فخلتنا نحس بالازمه، لكن احنا ما عندناش ازمه ولا حاجه. طب ايه راي حضرتك في التطورات الاخيره اللي حصلت في المدارس والجامعات والتعليم بشكل عام؟ اولا التعليم بشكل عام احنا في نهضه علميه، والتعليم بينهض، والبروتوكولات اللي عاملها وزير التعليم وتبنتها الحكومة ديت كويسة جدا، وإن شاء الله هننهض بالتعليم، هنبقى أحسن من السابق بكتير إن شاء الله. طيب حضرتك تفسر بإيه تراجع مستوى مصر وخروجها عن التصنيف العالمي؟ يعني إيه أنا أقيم مصر؟ أولا حضرتك، مصر ما خرجتش، التصنيف العالمي بيمشي بالمزاج، مش 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 بالعلم، بدليل ازاي نخرج واحنا عندنا اكبر جراح القلب، ازاي نخرج واحنا عندنا اكبر مهندسين انفاق، ازاي نخرج واحنا عندنا احسن واشطر دكاتره في العالم، واكتر مخترعين للذره، واكتر بلد خدت جائزه نوبل، يبقى خرجنا ازاي؟ هو ده الواقع اللي احنا، الواقع اللي حضرتك بتقول عليه ده واقع الغرب مش واقعنا. يعني حضرتك ضد التصنيف ده؟ طبعا. يعني شايف ان مصر طبعا ده عنصري، ده تصنيف عنصري، ده تصنيف عنصري. طبعا تصنيف عنصري. يعني مفترض نكون في المقدمه بالنسبه، لا احنا ما بنقولش في المقدمه ولا في المؤخره، لا احنا وسطيه، احنا احسن من بلاد كتير جدا جدا جدا، والتصنيف ظالم. ليه؟ لان بدليل ان عندنا القامات اللي انا قلت لحضرتك عليه. طب من راي حضرتك نستحق مستوى كام؟ احنا نستحق المستوى العاشر، التاسع، ما نستحقش اقل من كده. طب ايه راي حضرتك في الدروس الخصوصيه؟ يعني اكيد كلنا عارفين ان الدرس الخصوصي بقى شيء واجب ولابد منه. ما بقاش في طالب او تلميذ ما بيدخلش درس خصوصي. انت بتتكلمي حضرتك دلوقتي عن سنك ولا سني؟ لا، كان عندي الحاجة. انا في سني انا عن الحالي بس يا فندم، انا كان في سني انا كان اللي بياخد درس كانوا بيقولوا عليه البليد، لكن في سن حضرتك يقولوا اللي ما ياخدش درس يبقى فاشل. فانت بتتكلمي على سنك انت مش سني انا. احنا ايامنا احنا، بعد اذنك يا استاذ، انا بتكلم على الوضع الحالي، مش بتكلم على سن حضرتك. في سننا احنا، في سننا احنا كنا بنذاكر، بنذاكر وعايزين نطلع وعايزين نكبر، وكان في حكمه عندنا انتوا تنسيتوها في الاجيال اللي ماشيه اليومين دول، اللي بتقول لك ايه، من اراد العلا سهر الليالي. احنا كنا بنسهر الليالي ونلضم اليوم بليله عشان خاطر نوصل للي احنا عايزينه، عشان كده حضرتك انا وصلت للي انا فيه. بس الواقع دلوقتي في دروس خصوصيه ولا مفيش؟ والله انا الحمد لله رب العالمين، اولادي ما بياخدوش دروس خصوصيه، وعيالي من الاوائل نهائي. لا
طيب يعني تقديري واحترامي لأبناء حضرتك. الحمد لله رب العالمين. يعني عن جد يعني فعلا يعني أبناء حضرتك، بس فعلا دلوقتي أغلبية التلاميذ بتاخد دروس خصوصية. في أم حضرتك بتذاكر، في أم بتراعي، الأب بره بيشوف شغله بيراقب شغله، والأم بتراعي وبتراقب وبتذاكر. أيوة. طب المعلم دلوقتي في المدرسة زي ما كان زمان؟ لا طبعا اختلاف، مش ورا المادة. يعني ايه؟ وضح كده. يعني حضرتك انا دلوقتي المدرس بأهمه ان هو يستقطب اكبر عدد من الطلبة انهم يروحوا عنده دروس. ما بقاش يدي في المدرسة دروسه. فطلبة كتير عايزة توصل بأقل مجهود، فتعمل ايه؟ فتروح الدروس. يعني السبب المعلم. السبب الأسرة مش المعلم. الأسرة نفسها. الأسرة اللي وفرت فلوس للولد أو للبنت عشان تروح الدرس، بقى يستلف فلوس ويعمل قروض من البنك عشان يدي البنت والولد درس. ده حضرتك ده اسمه إيه؟ فساد اجتماعي. يبقى بدأ منين؟ من الأسرة. ما بدأش من المدرس ولا بدأ من الموظف، بدأ منين؟ من الأسرة المنشأ. إحنا تعلمنا من علمني حرفاً صرت له عبداً. نعم. الكلام ده لحد دلوقتي موجود؟ المعلم لحد دلوقتي التلميذ بيحصل له رهبة لانه انحنى وبقى ياخد فلوس، ازاي يبقى معلم؟ ازاي انحنى وياخد فلوس؟ يبقى ازاي قم للمعلم وبقيه تبجيله فكان المعلم ان يكون رسولا؟ طب ازاي يبقى رسول وهو بيمد ايده ياخد فلوس للدروس؟ ازاي؟ دي وجهة نظر حضرتك. طبعا طبعا. اللي اثر على كيان المعلم دلوقتي ان هو بيعمل دروس خصوصيه او بيدي للطلبه طبعا. فهو ده انحنى طبعا. بالنسبه لوجهه نظر حضرتك. ده مش وجهه نظري، ده وجهه نظر المجتمع المحترم. في فرق، حط بين قوسين كده، المجتمع المحترم اللي انا انشده وحضرتك تنشديه. طب انت شايف نقدر نعمل ايه عشان نطور التعليم في مصر؟ نطور التعليم في مصر ان احنا حضرتك نعمل كان زمان على ايامنا احنا بيعملوا مجموعات في المدرسه، وكانت المجموعات ديت بتبقى مجانيه زي ما كان التعليم مجاني. ماشي. فكان المدرس بيقعد عشان هو حابب انه يدي العلم، عشان هو حابب انه يدي العلم لطلابه، عشان كده ايه قم للمدرس بدون مقابل. ايوه بدون مقابل. اللي في سني يعرف كده. طب اكيد حضرتك عارف حاليا ان حصل ارتفاع في المصاريف. هو حضرتك في فأنت ارتفاع فأنت رأيك ايه؟ ارتفاع في المصاريف بتاع المدرسة. بديت حضرتك بقى كنا يا ريت كنا بدأنا الحلقة بالسؤال بهذا السؤال وكنا بدأنا للي انا جايله. بس ايه، انا هرد على حضرتك فعلا. اتفضل. نرجو من السيد وزير التعليم والسيد رئيس الوزراء التأني والتحكم مع السيد وزير المالية، لأن ارتفاع المصروفات على كاهل المصريين كبير كبير جدا، والطلبة بتوعنا أو أولادنا ما بقوش ينجحوا إلا لما ياخدوا الدروس. طب هو يدفع دروس ولا هيدفع مصروفات للمدرسة؟ يعني هو ما بينجحش غير لما بياخد درس؟ لا، ما دلوقتي ما انا قلت لحضرتك جيلك مش جيلي. ما انت لسه قايل لي من شويه انا اولادنا يختلفوا عن اي حد. المشكله في الاسره. ايوه المشكله في الاسره. وانا قلت لك المشكله في المعلم. لا يا فندم، قلت لي لا المشكله في الاسره. المشكله في الاسره. وانا مصر ان المشكله في الاسره. طب انا دلوقتي لو قدرت ان انا اخلي ابني يذاكر هيوصل اللي هو عايزه. لكن ابني لا، اتفرغ للموبايل واتفرغ للفيسبوك واتفرغ للعب اللعب فقط، وبقى يهتم كل اهتمامه بالدرس. تسألي على ابنك فين؟ ده دلوقتي الساعة كام؟ الساعة 3 ده في درس الرياضة. الساعة كام؟ الساعة 4 ده في درس الفيزياء. مش دي كده؟ صح ولا لأ؟ لكن في أيامنا احنا أو أيام لما كان المجتمع مجتمع شرقي بجد، ما كنتش بتلاقي بعد المغرب حد بره. الولد بيذاكر، البنت بتذاكر. يعني المشكله دلوقتي في الاسره. في الاسره ان هي
مش بتذاكر ومش بتعمل مواعيد مذاكره ومفيش ضبط وقت خالص. الام مش فاضيه، الام مش فاضيه بتتراب اولادها، والاب مش فاضي يراقب اولاده، والاولاد مش فاضيين انهم يذاكروا. طب السوشيال ميديا اثرت على ده؟ طبعا طبعا طبعا. يعني سبب من الاسباب اللي خلت التلميذ مش بيذاكر ان هو السوشيال ميديا، الواتساب، الفيسبوك، هو ده اللي مخليه مش بيذاكر. طبعا مخليه يعني يتراجع شويه. انت مش من حضرتك منين؟ حضرتي انا منين؟ من مصر. من مصر؟ من مصر. محافظه ايه؟ اسكندريه. طيب اللي طلع الاول على مستوى الجمهوريه منين؟ هو حضرتك يعني بسال سؤال يا فندم. على فكره انا الجاي اسال. ما انا بسال حضرتك سؤال. منين؟ من اسكندريه. من اسكندريه. شغال ايه؟ بتاع فريسكا. صح. عارفينه. عارفينه كل صوره ماليه الفيسبوك. عمل ايه؟ ذاكر. ذاكر طبعا. ذاكر. امال نجح ازاي؟ كان بيساعد والده. صح. في كام واحد بيذاكر ويساعد؟ هو حضرتك دلوقتي قلت لي حاجتين. اول حاجه قلتها لي ان المشكله في الاسره. أيوة. وبعدين رجعت قلت لي ان المشكله في المعلم، فدلوقتي هي المشكله لا في الاسره. لا ما قلتليش لحضرتك المعلم. قلت لحضرتك المعلم بينحني عشان ياخد الدرس، عشان ياخد فلوس الدرس. فده ازاي يبقى الرسول؟ ازاي؟ ازاي حضرتك ترفعيه لطبقه الرسل؟ ازاي؟ انسان بينحني عشان ياخد ثمن الدرس، يبقى الرسل ازاي؟ وانا اللي ساعدته، انا الاسره، يبقى ازاي يبقى رسول؟ طب اكيد برضو حضرتك عارف ان التربيه والتعليم تمام. المدرسه لسه بتادي دورها التربوي بالنسبه للتلاميذ؟ والله ده على ما اعتقد ان ده سؤال تاني وله موضوعه، المفروض حضرتك كنت بدات معايا بيه. يعني السؤال ده ابدا بيه ولا السؤال اللي قبليه؟ حضرتك قلت لي كده سؤالين. حضرتك انا مش جاي اتكلم عن التعليم، انا جاي اتكلم عن المواطنه والوطن. التعليم ودور التعليم. التعليم في المواطنه والوطن. مش أداء التعليم. مش أناقش أيديولوجية التعليم. لا هو أنا هو بتاع علاقات دبلوماسية وعلاقات دولية. حضرتك نورتني. الله يخليك يا فندم. الله يخليك. في كل الأحوال. الله يخليك يا فندم. الله يخليك. يا ألف مرحب بحضرتك. بس على الفكرة إن إحنا بنتكلم الأول على التعليم وبعدين هنخش على الانتماء والمواطنة. حضرتك يا فندم لن تدير الحلقة يعني بما هو مكتوب. أنا جاي راجل علاقات دبلوماسية وقنصلية بتكلم عن علاقة التعليم، هل هو ينمي الوطنية عند الطلبة ولا لا؟ حضرتك دخلتيني في أيديولوجية التعليم. حضرتك بص، أنا مع حضرتك، أنا مع حضرتك في أي حاجة، اتفضل. حضرتك تحب تتكلم في إيه؟ لا أنا مش جاي أتكلم. أنا جاية أتكلم. حضرتك دخلتيني في أيديولوجية التعليم. أيوه التعليم ماشي. وبعدين بقى التعليم إيه؟ في الانتماء. التعليم ليه؟ للانتماء. فكان جزء أساسي. أنا تحت أمرك. بالتعليم. أنا اتكلمت مع حضرتك في أسئلة تانية. وبعدين معاك للانتماء. اتفضل يا فندم. اتفضل. طب اتفضل حضرتك اتكلم عن. لا اسألي التعليم. اسألي الأسئلة اللي مع حضرتك. لا أنا معيش أسئلة. أنا مع سيادتك. أنا بقول أهو اتفضل. تحت أمر حضرتك. اتفضل. التعليم عندنا الحمد لله رب العالمين ناجح. لا لا. وزيرنا محترم. نخش في السؤال التاني. ودولتنا محترمة، والحكومة بتاعتنا حكومة محترمة وعندها خطة. خطة لرفع مستوى الوطن. عندنا حضرتك دولة محترمة. طيب حضرتك طبعا دي مصر بلدي. أيوة. مصر بلدي. بلدي. مصر بلدي يعني مصر بلدي، فأكيد يعني مصر فوق الجميع. تمام. يعني ده فوق راسي. بالظبط كده. فأولا وأخيرا فتحي مصر. أنا بتكلم مع حضرتك خلاص ما دام التعليم موضوع التعليم وفتح ملف التعليم بيضايق حضرتك. لا يا فندم افتح الدور. فممكن نتكلم في الموضوع الثاني اللي هو دور التعليم. كنت حضرتك جبتي واحد غيري بتاع ايديولوجية التعليم وبتاع تكنولوجيا التعليم. طيب حضرتك خلاص ما دام يعني ما دام التعليم خلاص ما هنخش بقى في ايه؟ في تخصص حضرتك. في تخصص حضرتك. تخصص حضرتك هو الانتماء والمواطنه. تمام. فيعني متى يصبح للتعليم دور في تعزيز الانتماء والمواطنه لدى الطالب والتلاميذ؟ اولا الحلقه خرجت عن السياق. ثانيا لا اتفضل معاك انا معاك. ثانيا دور التعليم في خلق المواطن الصالح ديت
لازم تعود مادة التربية الوطنية ومادة التربية العسكرية. كان عندنا زمان المدارس الثانوية العسكرية، المدارس التجارية العسكرية، المدارس الصناعية العسكرية، ديت بتنمي دور الوطن والمواطن، بتبني البراعم تبنيها. أيوة. فده حضرتك اتلغى من عندنا، فده طبعا عمل انشقاق في روح الوطنية. عندنا في أمثلة كتير نقدر نضربها على عدم الالتزام وحب الوطن، بس عايزين نفرق ما بين المواطنة والوطن. المواطنة ديت أي حد ممكن ياخد أي جنسية، في حاجة اسمها المواطنة الدولية، ده قانون. أما الوطن فهو الثرى الذي خطانا عليه والماء الذي شربناه وخير البلد، وأجدادي وأجداد حضرتك تربوا وترعرعوا في هذه البلد في هذا الوطن. طبعا. فمصر عندي أغلى وأحسن مكان، وإن كان هيخيروني ما بين الجنة وما بين مصر أو إن أنا أخون مصر، هختار إن أنا أعيش في مصر ولو هدخل النار، لأن ده وطني، واللي ما عندوش خير لوطنه ما عندوش خير للي خلقه، فدي مصر. إزاي ندخل الانتماء جوه التلميذ؟ يعني إزاي نبني ده؟ هنرجع، بقترح على السيد وزير التربية والتعليم، وهو رجل أكاديمي ورجل فيلسوف في مجال التعليم ورجل له إنجازاته ولا نزكيه على الله، والسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية، نرجوهم بإعادة مادة التربية القومية إلى النشأ وإلى التدريس الابتدائي والتدريس الإعدادي والتدريس الثانوي، ونعيد مرة أخرى مادة التربية العسكرية لمرحلة الثانوية بجميع شقيها، اللي هي الثانوية العامة، الدبلوم الفني، الدبلوم التجاري، الدبلوم الزراعي، نعيد عشان خاطر نخلق مواطن صالح يحب وطنه، مش زي الخونة. مش هضرب أمثال بحد لأن هو ما يستاهلش إن أنا أشكر اسمه حد. طيب في النهاية تحب توجه رسالة لأولياء الأمور بما أننا داخلين على عام دراسي جديد؟ أنا الأول بقدم رسالة للسيد رئيس الوزراء والسيد الوزير بمراجعة المصروفات، لأني المواطن مش هيقدر يستحمل هذا الجهد، ونرجو من السيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء والسيد وزير التربية والتعليم أنهم يعيدوا مادة التربية القومية في الوطن في المدارس، ونستأذن أولياء الأمور أنهم يجبروا أولادهم أنهم يقعدوا يذاكروا عشان هم من أصلا مش لاقيين يأكلوا. الشعب الدنيا تقيلة عليه وبيشتكوا من غلاء المعيشة، خلي ابنك يذاكر بدل ما تروح تدفع فلوس للمدرس عشان هو يبني وانت تبقى قاعد في بيت بالطوب والطين او عشة. في النهاية انا بشكرك جدا جدا معالي المستشار رضا عبد العليم الحبشي، بشكر حضرتك جدا، استمتعنا معاك وقد ايه قدمت لنا حلول جميلة. وفي النهاية بشكركم أعزائي المشاهدين، وهسيبكم في الفقرة اللي جاية اللي هتقدمها زميلتي رشا العاصي، وهتكون فقرة هامة عن الأمن والحراسة وشركات نقل الأموال. وكمان في تنويه إن هيكون في مفاجأة سعيدة جدا على كل الشباب، انتظرونا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم حقق حلمك معانا، وحلمنا معاكم مستمر، لكن النهاردة مش حلم قد ما هو احتياج، احتياجنا كلنا للأمن والأمان. عشان كده
شركات الأمن والحراسة أصبحت ضرورة ملحة في وقتنا الحالي. النهاردة معنا ومعاكم شركة الأهرام للأمن والحراسة، ممثلة في المستشار الأمني للشركة والعضو المنتدب اللواء أركان حرب أشرف عبد الحليم. شرفنا كمان الأستاذ حسين أبو العزم رئيس مجلس إدارة الشركة ورجل الأعمال المعروف. أهلا بحضرتك معنا سيادة اللواء. أهلا بحضرتك أستاذ حسين، منورنا في حلقتنا النهاردة. أهلا بحضرتك. في البداية حابين حضرتك تكلمنا عن تاريخك العظيم. حضرتك طبعا سيادة اللواء ليك تاريخ عظيم أثناء خدمتك في القوات المسلحة المصرية وكمان أثناء العمل في الشركة، فلو تدينا نبذة مختصرة عن تاريخ حضرتك. الله يخليك. أنا الحمد لله يعني في المجال العسكري من سنة 82 حتى 2013، ما يقرب مثلا من 38 سنة بعمل في المجال الأمني والمجال العسكري، والحمد لله يعني كنت برضو أيام الخدمة في القوات المسلحة الحمد لله كنت حاصل على درجات الماجستير والزمالة والخبرة الأمنية اكتسبت، لأن هو العمل بتاعنا أساسا أساسه الأمن، فالحمد لله يعني اكتسبت الخبرة بتاعت الأمن دي، وحبيت أن أنا أشارك بلدي في أن أنا أقدم أمن بس يبقى على مستوى، بدل ما كان يبقى على المستوى القومي يبقى على المستوى الخاص. طبعا الخبرة الطويلة في القوات المسلحة دي أفضل خبرة نقدر نقدمها للشعب بعد كده أن احنا نستفيد بيها في شركة أمن، في شركة تأمين ممتلكات خاصة. دي بلدي علمتني، وأنا حاسس أن أنا لسه عندي عطاء أن أنا أدي في المجال الأمني أكتر، وحتى بعد انتهاء الخدمة لا راغب وحابب أن أنا أنشر أو أساعد على نشر الأمن والاستقرار أكتر لبلدنا. وده حقيقي حضرتك حققته معانا أستاذ حسين. بما أن حضرتك رئيس مجلس إدارة الشركة، حابين حضرتك تكلمنا عن الشركة وفروع الشركة، النشاط اللي بتمارسه الشركة، الخدمات اللي بتقدمها للمواطن. الله فندم، هو شركة كشركة الأهرام للأمن والحراسة ونقل الأموال بنعمل في المجال من 2006. تم تطوير الشركة من شركة تضامن لشركة مساهمة، وتم تنسيق بالنسبة لجميع الأعضاء المساهمين في الشركة إن احنا اتجهنا لاتجاه هيئة الاستثمار لاستقبال الأوراق الخاصة بهيئة بالشركة مساهمة مصرية. تم استقبال الورق واتجهنا للأمن العام، وتم استكمال الرخصة الأمنية وجميع الإجراءات الأمنية الخاصة بشركات الأمن والحراسة ونقل الأموال. في شركة الأهرام النهاردة شركة مساهمة مصرية. شركة مساهمة يا فندم، جميع الأعضاء مصريين. ليها فروع كتير في مصر. حضرتك احنا لنا فرع في الإسكندرية، ممثل في الأستاذ أنديل مبروك أنديل وسيادة اللواء حاتم، ده بالنسبة لخاص فرع إسكندرية. تمام. بالنسبة لفرع القاهرة مع سيادة العميد أيمن قطب والسيادة العميد خالد، هم المسؤولين عن فرع القاهرة وبيقوموا على أكمل وجه من الشغل بالنسبة لإدارة الفرع بالنسبة للقاهرة. وفرع العاشر من رمضان ده يعتبر الفرع الرئيسي لمجموعة الشركات الموجود فيها أنا وسيادة اللواء أشرف عبد الحليم ده الفرع الرئيسي للشركة. الفرع الرئيسي للشركة اللي هو في العاشر من رمضان. سيادة اللواء، حضرتك شركة الأهرام للأمن والحراسة شركة بتحظى بسمعة طيبة، ده أكيد لدقة اختياركم لأفراد الأمن فيها، فعلى أي أساس بيتم اختيار فرد الأمن ده؟ يعني إيه المواصفات اللي بتتطلب اختيار الفرد الأمن ده؟ هو فرد الامن اللي بيحدده معايا طلب العميل نفسه او اللي طالب خدمه الامن، فهو اللي بيحدد معايا الاول هو نوع الامن اللي هو عايزه نوعه ايه. هل عايز حراسه خاصه، او هل عايز ان انا اامن منشات، وتامين المنشات بيبقى من الداخل بس من داخل الاسوار بتاعتها والبوابات، او هو عايز يامن سكن خاص، اي حاجه ممتلكات خاصه هو عايز. فهو بيحدد الاول العميل بيقول انا عايز فرض الامن عامل ازاي. لو انا هديله فرض امن مثلا على البوابه يبقى انا لازم اجيب فرض امن يقدر لو المكان ده بيتردد عليه جمهور او بيتردد عليه عاملين، فلازم فرض الامن اللي على البوابه ما يبقاش شباب اكتر ما هو عدى مرحله النضوج، اقدر اخده في سن الاربعين اقدر ليه، لانه يقدر يتفاوض ويبقى مرن مع الرواد اللي بيخشوا. يعني حضرتك نوع الخدمة هو اللي بيحدد، مستوى فرد الأمن. اما بحدد مع العميل في الدراسة الأمنية في البداية ويقول لي طلباته ايه من نوعية الأفراد اللي هو عايزها، انا بيبقى عندي حاجة يا اما استوك أفراد، بيبقى عندي طبعا الناس بتقدم يعني وبيجي يعملوا الابليكيشن بتاعهم
باخد من الرصيد بتاعي طبقا للطلبات اللي هي محددة العميل حددها لي، وببتدي أنفذ معهم حالات التدريب اللي هي تتناسب مع الوظيفة اللي هم هيشغلوها. وهل ده هل ده معناه أنه أي شخص يقدر يكون فرد أمن؟ لا، بلاش نخليها في المطلق أي فرد يقدر يبقى فرد أمن، لأن هو لازم يبقى برضو في مواصفات أساسية موجودة، زي مثلا الشكل الجسماني بتاعه لازم يبقى ده موجود عنده. الحاجة التانية برضو الحالة النفسية بتاعته، الحالة الجنائية. أنا ما أقدرش أن أنا أجيب فرد في له موقف مثلا فيه شو تشبيه أو حاجة زي كده وأحطه في مكان يبقى هو أمن عليه. فبرضو الحاجات دي كلها بتحدد معايا فرض الأمن. يعني بيبقى فيه شروط أساسية في البداية في تقديم فرض الأمن. مش أي فرض أمن، لا، يشتغل فرض أمن. سيكولوجيا كمان أنا بقعد معاه، لأن أنا عندي برضو بتاع الموارد البشرية، الراجل بيقعد معاه يتكلم مع نفسه، بديله اختبار بسيط كده أقدر أشوف أكتشف منه في اختبار بسيط جدا وأسئلة أقدر أكتشف هل الراجل ده يقدر فعلا يقف في المكان ده يحرسه ولا مش هيتناسب، مش أهل للموضوع ده. بالضبط حضرتك. استاذ حسين، الشركة ليها تاريخ مشرف من العطاء والإنجازات، حابين حضرتك بس تكلمنا عن بعض إنجازات الشركة. الشركة دي شركة تقريبا بقالها 14 سنة. تمام يا فندم. وحضرتك الشركة من 2006 تعمل في المجال، والحمد لله واخدين مواقع، شغالين مع القوات المسلحة على أعلى مستوى، وشغالين مع مصانع وشركات خاصة لرجال أعمال محترمين. وأي استثمار في البلد أو أي شغل في بيتم لازم رقم واحد الأمن والأمان، لتأمين المؤسسات عشان تبقى بتعمل بسياسة اللي فيه أمن وأمان، يبقى فيه شغل، فيه إنتاج، فيه عمالة تشتغل مؤمنة من جميع الجهات. حضرتك بالنسبة تم تأمين طرود جاية من بره بالخاصة بشركات الكهرباء. تمام. تم تأمينها، استلمها من ميناء الأدبية السخنة لغاية تسليمها للسويس، والحمد لله في سابقة أعمال في الشركة موجودة على أعلى مستوى، وبيتم طبعا استلام الموقع، بنعمل خطة أمنية للموقع كمساحة، وبننزل أفراد على أعلى مستوى، ويتم وضع مشرف على كل شركة هو المسؤول عن تنظيم الحركة الأمنية داخل المنشأة. والحمد لله في تعاون من الدولة معانا في جميع الجهات المعنية، وأخص بالشكر برضو الدكتور محمد منظور رئيس الشعبة، هو تامر بالشافعي، الناس دي بتساعدنا وبتقف جنبنا وجنب شركات الأمن، لأن دلوقتي وضع الأمن ووضع شركات الأمن اختلف عن الأول كتير. أصبح في تطوير عن الفترة اللي فاتت؟ بالفعل في تطوير، وفي نظام الدولة اتخذت اتجاه شركات الأمن، لأن إحنا معاونين للشرطة، معاونين للجيش، وبدون أمن وبدون أمان في البلد، يعني نبص حوالينا وفي البلاد اللي حوالينا، وبص في مصر الحمد لله الوضع مستقر وأمورنا أفضل من أي دولة تانية الحمد لله. وهل في صعوبة دلوقتي في التأمين؟ ولا الدولة بتقدم لك برضو خدمات تعينك في موضوع التأمين والحراس، خاصة في نقل الأموال؟ أعتقد أن نقل الأموال بيحتاج منكو مجهود أكبر. هو فندم ما فيش عمل سهل، أي عمل لازم أن تقابلي صعوبات وتقابلي مشاكل، بس هنا الحرفية والخبرة أن أنت إزاي تقدري تحل المشاكل دي وتسيطري عليها عشان تنجحي وتسيطري على الشغل بتاعك على مستوى الجمهورية. فهنا الخبرة بتاعت سيادة اللي هو أشرف مع الخبرة بتاعتنا بنقدر أن احنا نعمل أي شغل بنمضي عقده أو بنشتغله، بنقدر أن احنا نعمل حاجة اسمها تنظيم عمل. تمام. الإشراف، التواجد على مدار 24 ساعة، لو في موقع فيه مشكلة ليل نهار لازم نتوجه للموقع دول عشان نقدر نسيطر ونحل المشكلة. فالمتابعة أساس النجاح في أي عمل. الحمد لله ربنا كرمنا، والحمد لله شركة الأهرام من الشركات الناجحة ومحققة الحمد لله نجاح عالي جدا الحمد لله. سيادة اللي هو عايزين حضرتك تكلمنا عن دور الأمن والحراسة في حياتنا، وليه أصبح مهم جدا الفترة الحالية بالذات؟ هو الأمن شعور وإحساس في البداية للفرد. على مستوى المجتمع لا، الاستقرار اللي هو اللي بيفرض الأمن، يعني بيخلي المجتمع عايش في حالة من الاستقرار، يقدر ينجز سواء اقتصاديا سواء سياسيا سواء اجتماعيا، لأن الأمن لازم يبقى موجود في حياة الناس، مش بس في منشآت أو
لا احنا شفنا الفتره اللي فاتت قله الامن وقله الاستقرار عملت فينا ايه وتعبتنا قد ايه. فوجود الامن في حياتنا اعتقد يعني انه بقى الطلب عليه اكتر من الاول. بالظبط. وكلنا عندنا ممتلكات خاصه محتاجين نامن عليها، اللي بيملك محلات، مصانع، شركات. اصبحت النهارده شركات الامن بقت ضروره ملحه جدا في الفتره دي بالذات، وخاصه انه الضغط على الدوله بقى كبير، بقى محتاج. هي شركات الامن الدوله يعني برضو اتجهت، لان هي العبء كان كبير على طبعا الشرطه الفتره اللي فاتت ورهقت جدا، فكان لازم من الاعتماد على الشركات الامن الخاصه في انها تعاون قطاع الامن العام في بعض المنشات الخاصه والامور اللي هي زي مثلا الاستادات الرياضيه، زي المنشات اللي هي الاستثماريه الثانيه، بحيث ان هو ما يبقاش الضغط كله على الشرطه. وقدرت فعلا بالتعاون وبالتنسيق مع قطاع الامن العام ومن خلال الغرفه التجاريه اللي بتنظم عمل شركات الامن، قدروا ان هم يعملوا منظومه تحقق الهدف بتاعها في مجال الامن. وفي مجال الامن عند حضرتك في اماكن بتحتاج منكم ان انتم توفروا سلاح؟ اه طبعا طبعا، احنا في اجهزه ومعدات يعني بتبقى طبقا برضو لطلب العميل. الشركه مفروض ان هي بتبقى مرخصه، والنظام الجديد اللي هي الدوله نظمته لنا في تطوير الشركات، اصبح النهارده في من مكونات الشركه الخزائن الحديديه والسلاحليكات، عشان لو في اسلحه بتبقى موجوده. غالبا بيبقى سواء طبقا للحاجه، سواء سلاح مرخص او سلاح صوت او عصا مطاطيه، اللي هي الادوات اللي هي بتساعد فرض الامن في الحمايه. وهل بتحتاج موافقه امنيه قبلها؟ ده انا حضرتك كل موقع يعني بستلمه وانزل فيه لازم ابلغ قطاع الامن العام ان انا نزلت الموقع ده، وابلغ دايره القسم الشرطه اللي انا في دايرته ان انا موجود بحرس الموقع ده بالافراد دي ومعايا سلاح او اجهزه ومعدات وضعها كذا كذا كذا. والدفاتر دي بتتراجع مع قطاع الامن العام بصفه مستمره، حتى اسماء الافراد اللي في الموقع هو بياخدها برضو بيعمل عليها برضو اعاده فحص تاني على اساس ان هو يتاكد ان الافراد اللي شغال في الامن الصحيفه الحاله الجنائيه بتاعتها سليمه. تمام حضرتك. تمام. استاذ حسين، تكلمنا عن منظومه عمل الشركه وطريقه اداره الموقع بيتم ازاي، وهل في اختلاف عن اداره المواقع في التامين دلوقتي عن زمان؟ كل فندم كل ما الوقت بيمر كل حاجه بتبقى بتتقدم وبتتحدث للافضل. اداره الشركه بتتم كفريق عمل، كمجلس اداره واعضائه، وبيتحط خطه الفريق العمل ده بيمشي عليها مسبقه. يعني انا بشتغل على الموضوع مش رد فعل، بشتغل فعل، لان الامن والحس الامني بتاع الشركه لازم أن يبقى انت متوقع او عندك تخيل ان في اي وقت ممكن يحصل مشكله، ممكن يحصل سرقه في مصنع، ممكن يحصل تعدي على الافراد في اي موقع من المواقع الخاصه بالشركه. فكل موقع احنا واخدينه بيبقى فيه حاجه اسمها دراسه امنيه، وفي مشرف عام بيبقى ضابط قوات مسلحه او ضابط شرطه المعاش، بيبقى موجود لاداره الازمات. كل موقع طالما فيه مرور ليل ونهار بيبقى انت مسيطر على الافراد، لان العامل البشري والافراد طبعا الطبيعه بتاعتنا كمصريين ما كانش يبقى في رقيب على الفرد وعلى المشرف، هتلاقي في حاجات كتير تختلف وتعدي بالنسبه للشغل. وبعدين شغلنا حساس، ما ينفعش يعني ما فيش مجال ان انت يبقى في للخطا او مشكله هتكلفك كشركه حاجات كتير، لان العميل بيمضي مع شركه الاهرام كعقد امن وحراسه بيكلفك المسؤوليه، وبيبقى انت المسؤوله عن المجال او عن المصنع او عن المنشاه من الالف للياء. حصل سرقه شركه الاهرام، حصل مشكله، حصل اي تاثير بيسال شركه الاهرام. فعلى قد ما بنقدر بنعمل خطه ومنظومه عمل كمجلس اداره ان الموقع صغير كبير يمشي على المنظومه وعلى السيستم بتاع الشركه. سيستم موحد مهما كان المكان اللي بيتم حراسته. حسب بقى العدد، كل ما العدد بيزيد في موقع بيختلف عن عدد، مثلا يعني مثلا موقع فيه 10 افراد ليلي و10 نهاري، غير موقع مثلا فيه 30 و30، بتختلف.
الخطه اللي بتتحط هنا او السيطره على الموقع ده بيختلف عن السيطره في موقع عدد الافراد او ضباط الامن فيه اقل. والحمد لله بالنسبه لفرع القاهره برضو سياده العميد ايمن قض وسياده العميد خالد عاملين شغل على اعلى مستوى بالنسبه للمواقع. في اسكندريه الاستاذ انديل مبروك انديل برضو نفس القصه، في اجتماعات دوريه بالنسبه للفروع وبنناقش المشاكل وبنعالجها اول باول، وكله برضو تبع تعليمات سياده اللي هو اشرف عبد الحليم بالنسبه لاي حاجه تخص الامن والحراسه او المنظومه الامنيه. هو سيادة اللي هو مين اللي بيقدر يحدد المكان ده محتاج خطة تأمين شكلها ايه؟ العميل ولا الشركة؟ يعني أنا كعميل مثلا أنا صاحب مصنع النهاردة حابب أمن المصنع بتاعي، بتوجه لشركة الأهرام أقول لها أنا عايز أمن المصنع بتاعي، هل أنا اللي بحدد طريقة التأمين ولا حضرتك بتعمل لي خطة تأمين وبتعرضها عليا؟ بيطلع حضرتك المدير التنفيذي أو رئيس العمليات بتاع الشركة. تمام. بيطلع يعاين الموقع ويبتدي يشوف الاماكن مع بالتنسيق مع العميل، انت عايز تحط فين الاماكن اللي انت عايز تحط فيها افراد امن، قد يكون اسوار بوابات منشات داخل الاسوار، فبيقول انا محتاج عدد قد كده. التكنولوجيا كمان النهارده بقت بتفرق كتير قوي في تامين الاماكن. طبعا حضرتك ما هو انا بيساعدني الاجهزه هي مكمله لعملي وبتخليني اجود منه. يعني النهارده لو انا حاطط مثلا كاميرات مراقبه فدي اضافت ليا. النهارده لو انا مثلا معايا اجهزه زي البوابات الالكترونيه برضو وفرت معايا. لو انا عندي اللي هو مثلا الهاند ميتال اللي هو بيكشف الاجزاء المعدنيه اللي مع الاشخاص برضو دي بتوفر لفرد الامن راحه اكتر. فالنهارده الاجهزه والتكنولوجيا اللي موجوده مع افراد الامن اصبحت افضل بكتير عما سبق. طيب واحنا النهارده بقينا بنشوف في نساء كتير قوي بقوا بيشتغلوا في الامن زيهم زي الشباب بالظبط. فهل دول بيبقى ليهم مواصفات خاصه في التعيين ولا بيتم اختيارهم على اي اساس؟ انا عايز اقول لحضرتك بيبقوا ناجحين جدا، لان البنت اللي بتعمل في مجال الامن بتبقى واخده الموضوع شويه بحب، لانها كانت مثلا عايزه تبقى ضابط عايزه تبقى حاجه عسكريه، فلما بتلاقي المجال في حاجه زي كده بتلاقيها اكثر تنفيذا للتعليمات، لان هم بيبقوا امنة على الجانب النسائي. يعني لو في مثلا بنات بوابه داخل مثلا مولات مثلا بالظبط حضرتك، فهم وبيتم تدريب افراد الامن عند حضراتكم؟ بيتم تدريبهم بشكل دوري؟ لا لازم، ما فيش فرد ينزل موقع الا لما يعرف هو نازل مهمته ايه ونازل يعمل ايه، لان الامن ما كنتش هقول لك وظيفتك تتدرب عليها ازاي، انت طب انت رايح تعمل ايه؟ ما هو مش عارف، فلازم اديله دوره سواء عندي، واحيانا مواقع عملاء تفرض عليا ان الافراد يكونوا مدربين في قطاع الامن العام او في الحمايه المدنيه. فلازم اجيب لهم ما يثبت شهاده بحصولهم على التدريب الامني ده. بالظبط حضرتك كده، لازم. وبعمل بقى دورات بقى كل فتره، وزملائنا اللواءات برضو اللي هم يعني سبقونا وطلعوا على المعاش بيجي يدوا برضو محاضرات سواء في الحمايه المدنيه، سواء في كاميرات المراقبه، سواء في الامن العام اللي هو الشكل العام يعني بتاع الامن العادي، بيجوا بيدونا محاضرات وعندنا قاعات تدريب. يعني ان شاء الله لو في زياره كده ان شاء الله حضرتك تشرفينا وتفرجي على قاعات التدريب والسلاح ليك والاماكن المكاتب ان شاء الله. كل ده نعرضه على الساده المشاهدين. استاذ حسين وسياده اللواء حضراتكم وعدتوا الساده وعدتونا النهارده ان انتوا هتقدموا هديه للساده المشاهدين، حابين نعرف منكم ايه الهديه اللي ناويين تقدموها النهارده؟ لا يا فندم، هو الهديه بالنسبه لشركه الاهرام بتقدم فرص عمل للشباب المحتاجين شغل او عمل وعنده جديه وعاوز يشتغل، بنرحب بيه في شركه الاهرام يبقى فرد من افراد الشركه ويبقى ينضم لفريق العمل ويكمل معنا المسيره والشغل، لان احنا عندنا فرص عمل كتير على مستوى الجمهوريه في اسكندريه وفي القاهره وفي شرم الشيخ في العاشر من رمضان. بيجي يقدم مسيرات التعيين اوراقه وبيتم اختباره من الشركه، وبعد كده بيتم تقديم الورق اللي هو الفيش والتشبيه الاوراق الاصول. وهو لو راجل ملتزم وعنده شغل وعاوز يلتزم في عمل معانا بنرحب بيه وبيشتغل، بيبدا كفرد فهم الشغل وتطور، بعد كده يبدا يبقى كمشرف لموقع او لموقع،
فاحنا بنرحب باي حد من خلال حضرتك ومنبرك، اي حد عاوز يشتغل. وارقام تليفونات الشركه موجوده معانا على الشاشه، اللي حابب يتواصل مع شركه الاهرام دي ارقام تليفونات شركه الاهرام للي حابب يتواصل معاهم للحصول على فرصه العلم. وفي ختام حلقتنا بنشكركم على حسن متابعتكم لينا، ويا رب تكون حلقتنا عجبتكم، وزي ما عودناكم دايما اننا بنسلط الضوء على كل موهبه او حلم علشان نستفيد من تجربته، وبنقدم النماذج المشرفه اللي قدرت تسيب بصمه فريده على ارض الواقع. نشكر اللواء اشرف عبد الحليم، نورتنا النهارده. بنشكرك استاذ حسين، نورتنا وشرفتنا النهارده. حضرتك على التعاون المستمر بينا وبين بعض، وفرصه محترمه ان احنا نتقابل مع حضرتك بالنسبه لمنبرك ونتكلم عن شركات الامن والحراسه من خلال حضرتك. انتوا نورتونا النهارده، وبنشكر اداره قناه الصحه والجمال وكل القائمين عليها، وكل الشكر وكل الشكر والتقدير للكاتب الصحفي شريف شعبان صاحب فكره البرنامج ومدير تحريره. وبنقول لكل مشاهدينا الحلم معانا مستمر، احلامنا كتير ما بتخلصش، في حلقات جايه كتير عشان نحقق فيها كل احلامكم من خلال برنامجكم حقق حلمك معانا. ولكم منا كل تحيه وتقدير.